أكدت وزارة الداخلية النمساوية اختفاء 4500 لاجئ قاصر في النمسا بعد تقديمهم طلبات لجوء فيها، في حين قدرت منظمة تنسيق اللجوء عدد القاصرين السوريين المختفين بنحو 800. وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش أن هناك تخوفا من تعرضهم لاستغلال تجار البشر في أو المخدرات أو العمل بالدعارة. مصير مجهول يكتنف آلاف الأطفال اللاجئين الذين قدموا وحدهم إلى النمسا، حيث اختفى 4500 بعد تقديمهم طلبات لجوء فيها خلال العام الماضي، بينهم مئات الأطفال السوريين وآلاف من الأفغان وجنسيات أخرى بحسب وزارة الداخلية النمساوية وأرقام منظمة تنسيق اللجوء. في العام الماضي تقدم 1410 أطفال سوريين ممن قدموا لوحدهم بطلبات لجوء. ليس لدي العدد الدقيق لمن اختفوا منهم، لكنهم وبشكل تقديري حوالي النصف، أي نحو 800. لا يبدو أن السلطات النمساوية تكترث لمصيرهم بحسب منظمات حقوقية وإنسانية، رغم احتمالية تعرضهم للاستغلال المادي من قبل تجار البشر وعصابات التهريب مقابل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى. الجرائم بحق الأطفال معروفة، تبدأ بتجارة الأعضاء البشرية ولا تنتهي عند استخدامهم جنسيا ولا عند استخدام في العمالة. هذا كله يشكل سيناريوهات مرعبة لكل واحد يفكر في هذا الموضوع. النمسا سعت جاهدة إلى عدم جذب اللاجئين إليها عبر تشديد قوانين اللجوء في السنوات الماضية ومن خلال تعقيد الإجراءات البيروقراطية على طالبي اللجوء دون الاكتراف بتأثير ذلك على الأطفال. اللجوء بطيء جدا، الإنسان يبصم يجلس سنتين ثلاث سنوات، فهو إما يختفي إلى يريد أن يذهب إلى دولة أخرى ولا يستطيع العيش في هذا البلد، هذه أولى. الحاجة الثانية، هناك أطفال جايين هم عندهم أهداف معينة، يعني عندهم أهداف جايين يمشوا إلى دول أخرى، فالآن أوقفهم ويعني أغيموا على التبسيط. تتضارب الأرقام المتعلقة بمعرفة مصير الأطفال، فوزارة الداخلية النمساوية تؤكد أن نحو 84% باتوا في دول أوروبية أخرى، في حين تشير أرقام منظمة تنسيق اللجوء إلى أن نحو 60% عرف مصيرهم بعد إبلاغ الدول الأوروبية للنمسا بوصولهم إليها. وبين أرقام هذا وذاك تغيب حقيقة ما حصل للأطفال المختفين. للتفاصيل أكثر ينضم إلينا أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا، معنا من فيينا. أهلا بك معنا سيد أحمد. بداية التفاصيل حول اختفاء 4500 لاجئ قاصر في النمسا، وهل الأعداد التي صرحت عنها وزارة الداخلية النمساوية صحيحة أم أنها مبالغ بها؟ نعم، تحياتي لكم، تحيات الجميع مشاهدين ومتابعين قناة سوريا. كما تفضلت، يعني الأرقام المطروحة من وزارة الداخلية طبعا هي صحيحة، ولا تستطيع يعني أن تنكر هذه الأرقام، ولكن ما بعد هذه الأرقام كما تفضلتم في تقاريركم، يعني ما بين بعض الدول التي يعني أو حسب وزارة الداخلية التي قالت أنه أكثر من 60 إلى 80% لربما من هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى دول أوروبية أخرى، ولكن في نفس الوقت هذا لا ينفي ولا يلغي أنه يوجد مخاوف من تجار البشر المنتشرين، والذي أصبح يعني صيتهم ذائع في أوروبا بشكل أو بآخر، ولكن وفي نفس الوقت لا أحد يعلم ما هي غايتهم أو إلى أين أو إلى أي النقطة الأخيرة التي يصل إليها هؤلاء الأطفال. فحتما يوجد تخوف كبير من حقيقة هذا الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما، أين ذو هؤلاء الأطفال حتى يطالبوا بهم؟ يعني أنا ناشدت عدد مرات وأعيد وأناشد مرة أخرى عبر منبركم وقناتكم الكريمة، أن فعلا في حال يوجد أشخاص مفقودين أو أطفال مفقودين عفوا، أن يحاول آبائهم أو ذويهم أو أقاربهم أو أي أحد أن يقول نعم يوجد ابني فلان فلاني، هذه صورته، هذا اسمه، هذا عمره التقديري، فعلا فقد في الفترة الفلانية ولا نعرف أي شيء عنه، حتى نستطيع أن نستند إلى وقائع حقيقية نستطيع من خلالها التقدم ومتابعة هذا الملف مع السلطات النمساوية.
نعم، لكن هل يمكن أن يكون الأهالي قد تعرضوا لضغوطات ربما؟ لكن السؤال هنا، الحكومة قالت إنهم اختفوا دون الإشارة إلى اختطافهم أو هربهم، لماذا برأيك؟ صراحة هذا بحد ذاته هو عبارة عن تهمة واتهام جاهز ومباشر إلى الحكومة النمساوية. يعني لا أعتقد يوجد في منطقة هذه الدول منطق اختفوا يوجد له تبرير، يوجد له متى دخلوا ومتى اختفوا على الأقل، يوجد لهم إحصائيات، يوجد لهم صور، يوجد لهم أسماء على الأقل. فأنا أعتقد أن النمسا متهمة بشكل مباشر وصريح صراحة، وتتحمل المسؤولية كاملة في حال يعني يوجد أشخاص مفقودين بشكل حقيقي. هذا بعد أن نتأكد أو على الأقل نحصي بعض الحالات التي لربما هي فعليا مفقودة بعد تواصل أهاليهم أو ذويهم بالإعلام أو بشكل أو بآخر. يعني يمكن القول بأنهم تعرضوا للخطف بهدف الاستغلال ربما على سبيل المثال. نعم. تجار الأعضاء. طيب عادة هل يتم التنسيق؟ هذا وارد جدا. هل يتم عادة التنسيق بين الحكومات الأوروبية في حال هرب لاجئين من دولة إلى أخرى؟ من المفترض أن يكون هذا موجود، لأنه أصلا عندما يدخل اللاجئ إلى النمسا يتم أخذ يعني نسخة عن بصماته، عن اسمه، عن صورته مباشرة عندما يدخل ويريد ويقول أنا أريد أن أقدم لجوء. أصلا في لحظة اعتقال الشخص من قبل الشرطة النمساوية بشكل أو بآخر على الحدود داخل النمسا بأي مكان وهو غير مسجل، يتم أخذه فورا إلى مقر أو مكان إقامة اللاجئين، وهناك حتما يجب أخذ بياناته. يعني لا يوجد مثلا أنه يصادف مثلا شرطي ما بين فرزتين في النمسا شخص مجهول الهوية ويقول له أوكي شكرا لك اذهب يعني روح بطريقك، لا ما في هيك شيء. فحتما في حال تم أخذ بياناتهم فحتما يوجد إحصائيات. أصلا هذه الأرقام 4489 شخص هذول تم إحصائهم. طب هؤلاء الأشخاص هل يوجد آلية معينة لمقارنة بياناتهم ما بين السلطات النمساوية والسلطات الأوروبية الأخرى على سبيل المثال في ألمانيا، في هولندا، في السويد، يعني دول المقصد التي يقصدها غالبا السوريين إضافة إلى فرنسا طبعا. وعلى فرض أن هؤلاء المختفين هربوا إلى دولة أخرى، لماذا؟ يعني ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني يوجد بالتبريرات التي قالتها عدة منظمات حقوقية وكما تفضلتم أيضا في تقريركم إضافة إلى وزير الداخلية، أنه أحيانا يعني هؤلاء الأطفال يوجد ذويهم في دول أوروبية أخرى فيصلوا إلى هنا فيريدون الانتقال إلى دولة أخرى حتى يلتحقوا بآبائهم. يعني أنا صراحة ببعض الصدفة في الأمس كنت في المترو في فيينا، التقيت بطفل عمره لا يتجاوز 7 سنوات، كنت عم بحكي تليفون يعني باللغة العربية، فمليت قل له يسلم علي، قال لي مرحبا عمو، قلت له أهلا وسهلا. قلت له، قال لي أنا بدي أروح على المحطة الفلانية، قلت له أنت مين معك حبيبي؟ قال لي أنا لحالي. قلت له بعدين، قال لي إيه أنا قاعد بمركز لجوء، قلت له وين أهلك؟ قال لي أهلي بسوريا. قلت له وين اخواتك؟ قال لي مالي، قال لي انا لحالي. ففعلا الوضع اكثر من كارثي صراحه بما يتعلق بهؤلاء الاطفال. ولكن بالمقابل يعني وزيره العدل ألما زادتش اللي تفضلتم في بدايه حديثكم ان هي يعني اعتقد في 10 مايو احنا قمنا بنشر خبر خاص في هذا الخصوص، وقالت انه يجب من ساعه او لحظه دخول هؤلاء القُصر الى النمسا يجب ان يكون هناك حمايه حقيقيه لهم من ناحيه تسجيل الاسم ومن ناحيه البحث عن مسؤول او كفيل لهم بشكل او باخر. يعني هذا الموضوع لن يعد يترك كما كان سابقا، ولكن هذا لا يعني ولا ينفي ولا يلغي ان يوجد عدد من الاطفال المفقودين حاليا. نعم، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا. أحب أن أضيف نقطة. تفضل. لو سمحتي. إيه تمام، نحن بس حتى نكون نحن واضحين. طبعا قلت سابقا وأعيد وأكرر أنه موضوع الإتجار بالبشر الذي يوجد بشكل أو بآخر وبشكل خفي في النمسا ودول أوروبية أخرى، أنه نعم يوجد طي قيد لبعض الأطفال الذين يعثر عليهم ولا عفوا يعثر عليهم بلا ذوي وبلا أي أحد يسأل عنهم. نعم يتم يعني صراحة تقديمهم إلى بعض العائلات ما يقال عنها مثلية الجنس بشكل أو بآخر، عائلات ليس لها أي أطفال،
ويحاولون يعني أن يطوى قيدهم بشكل كامل وينشأ لهم ملفات جديدة بشكل أو بآخر. طبعا هذا الكلام لا نستطيع أن نؤكده ولا حتى أن ننفيه، ولكن نحن نتابع ضمن عملنا ومؤسستنا الإعلامية هذا الملف، ونحاول أن نصل إلى خيوط بعض هذه القضايا، والتي فعلا شيء لمجرد ذكره هو شيء مرعب للغاية. أشكرك جزيلا أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة نمسا ميديا، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. من النمسا التي تسعى لمعرفة مصير المختفين من الأطفال إلى سوريا، حيث تحرم الأسعار المرتفعة وانقطاع الكهرباء معظم العائلات من المنازل.